كإعراب الشيء أدري بالرفع وبالنصب وبالجزم، يعني مرفوعي هي منصوبي هي مجزومي هي. أري إنما أعرب المضارع لأنه مشابه بالاسم كما مر، يعني بويا مضارع بمعرب دان دراوات كشبهات باسمه هي وقت يفربل وبرباسك روا. وإنما دخل فيه الجزم بويا جزم إجريتو يعني مجزوم به ليكون عوضا عن الجر في الأسماء. تاوكو أو جزم عوز ببو لم مضارعا لجاتي أو جريك لإسم هيا آخر اسم جري هيا فعل جزمي هيا. أينما مثلا هذه كلوان سي إعرابيان هيا إذا اسم رفع نسبي هيا فعل رفع نسبي هيا أو لواء مشترك بلام إعرابي اختصاصي اسم جري هيا فعل جزمي هيا. قال أمر فروي وارتفاعه بمعنى يعني ارتفاع كيب عاملة معنوية مرفوعونك أو معناية تشيك وفعل مضارعي مرفوع الولا وهو وقوعه موقع الاسم أويش واقع بوني مضارعك لشويني اسمه وكو زيد يضربو باشا أيسا زيد يضربو مثلا أو يضربو لجاك يضاربون دانشتوا أهو هرشان مثلا ليوالا يعني أجر أو وقوع به لشويني وهي لشويني اسمه قراري نقلت وكتشي المرفوع شبه عربي وكو هلا يضرب زيد احتبج هلا زيد يضربوه او هلا فعل دي بدوايا يضربو يقلبش هلا كو مقدر يضربو وبشي مرفوع هو خو مثلا وقوعه موقع اسم نيه انت ما قبل بمطلقي هل ما دام كاوي هي او خصلته هي واقع ولا شنو اسمها قياسي وتن مرفوع به نقب قياس يعني وقوعك بالفعل بني يعني لا شن لقوية هيا جي جي فعل بقريتو شاكا أو أوي أما قصر نذاكر يلا برز الساعي سكاني هو تيايتي سيشوار مورد ديني دانيك أها جاء أمي كان تجرده عن ناصب وجازم هو سبب رفعه يعني أوما أو الرفع دهن ده هرما كناصب وجازمي لسرني أأويا أبت مرفوع بونكي أين أجر أما بيجي مسائل بيجي ولا يضربوا لرا مرفوع وشوك لجيه ضاربوا القراري قرتوا جاري كان لجيه ضاربوني ولجيه جملة شو كان مسائل كان أم يضربوا فعلكي وشو تبغى زيد يعني أول لوا جملة باشا ودواي أويشة هكاك جا نابي أخنا نابي أخ نابي جيت ونابي نابي والله أخنا مسألة في نابي نابي ولا يقول بيجي تجردك هو معلومة ديارة وأن الرفع إلى سرة ونعاملي الرفع ونعاملي نعاملي جزمي إلى سرة نعاملي نسبي إلى سرة علي ارتفاع المضارع بعامل معنوي مرفوع بني مضارع بعاملك معنوية شنو أقول وابي بيجي ولا مثلا وهو وقوع المضارع موقع الاسمي أقول بودانين حربي أو أخت جامعنية شنو مثلا هل لا يقوم زيد ده هل لا يقوم زيد قال يا جدي اخو يقوم ولا جاي اسمع قراري قلتوا شنو قال بيجي نجي اسماعيل لدوي هلا واسم دي الحركه وادي وكو زيد يضرب اسف فانه في معنى زيد ضارب ولا معنى زيد ضارب بنده فوقوع يضرب في موقع ضارب هل امك ويضرب كل جاي ضارب قراري قلتوا عامل فيها بتعاملتها وهو او واقع بني مثلا فعل امر على جاي اسم فاعلك خوي امرك معنويه باو أي انتصابك كيف انتصاب مرادة وانتصابه بأربعة أحرف يعني منصوبوني مرادة بشو حرفة يكي كان بأنوك أن يخرج ويكان بلنوك لن يضرب يكان بكيوك كي يكرم يكان بإذنوك إذن يذهب أقول انتصاب المضارع بأربعة أحرف منصوب بوني مرادة بشو حرفة الأول أن وهي أنج لا تخلو من أن يكون ما قبلها فعل علم أو ظنين أو غيرهما خاليني لو ما قبلي أنك فعل كتاب مثلا فعلك فعل علم به يا فعل ظن به يا هشان به فإن كان غيرهما تكون ناصبة أجر هاتوا فعل ما قبلك نفع نعلم بو نظن بو بلكو غيري أوان بو أو ديارة أو أنا أبيت النصب دهن دبو مضارعك وكو أريد أن يخرج زيد يعني من أمامك زيد خارج به وإن كان فعل علم فعل علم فليست بناصبة وناصبني بل مخففة
بين الثقيل بركو بيت أني مخفف ولا مثقل توجبي أكو علمت أن سيقوم تو فعل مريم منصوبناه أني مستريه بلام فعل منصوبناه أن سيقوم زيد بالرفع يقوم بإخوانه وزيادة السين أي السين بوليوايا وزيادة السين للفرق بو فرق بيني أويا أني ناصبة لقى أني عامل غير عامل السين كسين فارقية فرق حالبي شو كتشن شتيه قبل بو فرق سين وسوفيه قدو أمان حرف نفيه أما أو وإن كان فعل الظن وقف فعل الظن مجاز الوجهاني لوجد مسوق ظننت أن يقوم هم أتواني بيجي أني ناصبة باشا هم يجي أتواني بيجي وراء أني مخبلة مسقلة بالنسبة خنو وأن سيقوم جبله بالرفع والثاني حرف دوميا لنا لن وكل يضرب زيد ومعنى لن لنا كبوش لنفي الاستقبال ونفي سعيد لمستقبلة إلا آيان ددا زيد ينادى ولهذا لا يستعمل إلا مع الفعل المستقبلي هل برأوية بكار ناقيلية إلا لفعل مستقبل دانمي لقال فعل مستقبل دانمي والثالث كي وكو جئت كي تكرمني من بوهات انتو إكرام لقل بو تعليل والرابع إذن وهي إنما تنصب بشرطين وهي أو إذن تناوختك فعل مضارع منصوبك بدوشة الأول ألا يكون ما بعدها معتمدا على ما قبلها ما بعد إذن معتمدا ما قبلك إنه يعني وانا مبتدا لبيش إذن وبيوتو مجبور بي أو دواء إذن بكي بخبر بو أوه أي لا يكون بينهما تعلق يعني تعلق إلى بين ما قبل ما بعد يا نبي والثاني أن يكون مدخولها مستقبلا أو فعليك أشياء بو آيان دبي وكو إذن يذهب إما لو كانت أروى فإن فقد الشرطان أحدهما لا تنصب جاء أقر هردو شرطك يا يكي لو شرطان فوتاني تلك نصب نادا فاصل نبي ما قوني وتو عارف فاصل وش نبي إيش بغيري قسم قسم ويا قسم رزق قسمك اتفاقية بلا مواني تر أما انتفاع الأولي أما أول كبرين أولك شكي أول منتفي به يعني تعلق نبي مثلا تعلق بيه أجر يعني شرطي كما هو تعلق نبي أجر بفوت يعني تعلق بيه وكو قولي تول لمن قال أنا آتيك كابراجة أنا آتيك توجه أنا إذن أكرموك اتناتو لمنصوبك شن ما بعدك كأكرموك يا خبر بو أنا أنجل بيش إذنه دي إذني صدارتي هي بيه صدارت عملناك فإن أكرموك متعلق بما قبله متعلق ما قبلك ما قبل إذن بوشي لأنه خبره شو كما قبل شو كأكرموه خبري ما قبلك وأما انتفاء الثاني يومك منتفي بيه فنحو قولك لمن حدثك بوكسيك قسل قلطوك علي إذن أظنك كاذبا من بما أساته دروكي أو معنى وانيته ولا عادة دروكي منظور هل أسائه فإنه للحالي وبو زمان حالة وأما انتفاء ما هدوشتك نبي فنحو قولك له هل بوكس أنا إذن أظنك كاذبا أنا كيف إذابك شرطي كم فوتها شنك تعلقها شرطي دوا مش فوتها شنك بقرين النشان ذاك بو زمان حالة كواتشت كان فوتاول جاء ميت وينصب بإضمار أنباب يسيل يعني موفق بشكل